مباشرة إلى مقر البرلمان الأوروبي حيث كلمت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمامه. في هذا المجال من أجل تفادي المجاعة وأوجه زعزعة الاستقرار في منطقتنا وفي المناطق المحيطة في محيط البحر الأبيض المتوسط على وجه الخصوص، وأيضا الاستقلالية الديمقراطية وفيما يتعلق بالمعلومات. أنا أريد أن أركز كثيرا على هذه، أنتم ركزتم كثيرا على هذه النقطة. لقد بدأتم بينتم وتؤكدون على قوتنا كقوة من المواطنين وقوة ديمقراطية، ليس هناك أي مثيل لهذه القوة. هذه القوة قوة المواطنين، علينا أن نساهم في إحيائها من خلال الدفاع عن الحرية وعلى دقة المعلومات التي يتم تبادلها على أراضينا من أجل الدفاع عن سلامة الإجراءات الديمقراطية وندافع عن الديمقراطية وعن دولة أو سيادة القانون في هذه المنطقة. الديمقراطية هي هشة، دولة القانون هي هشة، وعلينا معا أن نلتزم ونتعهد بالتزامات جديدة في هذا المجال. إن استقلاليتنا وسياديتنا هما شرطان لحريتنا. والطريق والمتطلب الثاني يتعلق بالفعالية، أي أن نرد على الأزمات بوضوح وبقوة وبحسم، ونحن نقوم بذلك كديمقراطيات. علينا أن نتذكر قبل سنتين فقط من الزمن، أو حتى ربما قبل سنة من الزمن، كنا نسمع الكثير في الرأي العام، كانوا يقولون، ربما البعض كان يقول من الأفضل أن نكون سلطة شمولية بدل أن نكون ديمقراطيين، وهناك كما كان يقول بأن اللقاحات الروسية أو الصينية ستنقذنا، وكان هناك من يقول بأن الإجراءات الديمقراطية في البرلمانات وعلى المستوى الأوروبي، وبأن أوروبا هي التي تقدم نفسها كسلطة صحية. وأريد أن أؤكد هنا على دور المفوضية في هذا المجال، حيث لم يكن هناك أي نص في هذا المجال سابقا، ولكن معا في أوروبا استطعنا رغم كل هذه الأقاويل، قمنا ببناء إجابة ضد الجائحة من العلم والديمقراطية والفعالية. نعم، قمنا بالنجاح، قمنا بإنتاج اللقاح، وكنا أول منطقة في العالم من حيث كمية إنتاج اللقاحات، وأبقينا الحدود مفتوحة، وكنا أكبر قوة أكدنا فيها على التضامن. هذه أوروبا التي ينبغي أن نعتز بها، أوروبا الديمقراطية وأوروبا الانفتاح والعلوم والفعالية. هذا الخيار الذي ينبغي أن نستمر فيه اليوم. وعندما أرى إلى السنوات 15 الماضية، إذا الأزمة المالية والاقتصادية استلزمنا الوقت الطويل لمواجهة هذه الأزمة، كالبرتغال واليونان عاشت تداعيات هذه الأزمة، انقسمنا وعدنا إلى بعض الحدود الوطنية والأطر الوطنية، وقلنا للمواطنين والشعوب أن تتأقلم مع الواقع، مع أن هذه الأزمة جاءتنا من الجهة الأخرى من الأطلسية. وفي الواقع البنك المركزي الأوروبي، هذا البنك المركزي الأوروبي الذي يقول بأنه مهما كلف الأمر، ما ذكره آنذاك ماريو دراغي، ولكن إزاء الجائحة وإزاء الحرب، نحن أثبتنا عكس ذلك. إزاء الأزمة قمنا بإنشاء ميزانية جديدة، طموح جديد من أجل أوروبا لا مثيل له، من خلال الاستدانة من السوق وتقديم الدعم. وإزاء الحرب ومواجهة الحرب، استطعنا لأول مرة أن نقوم بالحشد والتعبئة من أجل مساعدة أوكرانيا للدفاع عن نفسها وأن تحارب. لنكن فخورين بهذه الخيارات، خيارات الفعالية، وإلا ما كنا لكون اليوم هنا لنتحدث بهذه الطريقة. وبالتالي هذه الفعالية
نعم يمكن أن تصفقوا لأوروبا، نعم نستطيع أن نصفق لأوروبا معا. هذا التحدي الذي تقدمونه يتعين علينا من خلاله أن نكون فعالين في الحروب وفي الأزمات، أي أن نقرر بسرعة وبشكل موحد وأن لا نترك أحدا عن الركب على قارعة الطريق. إذن في مواجهة كل هذه النقاط علينا أن نقوم بإصلاح النصوص التأسيسية. وهنا أيضا أريد أن أقول بأنه من إحدى طرق الإصلاح تتمثل بالدعوة إلى مؤتمر لمراجعة المعاهدات الأوروبية. هذا مقترح من البرلمان الأوروبي وأنا أوافق عليه. أنا مع هذا المقترح، هذا يعني بأن نعمل بقوة بناء على مقترحاتكم وأعمالكم من أجل تحديد أهدافنا بصورة واضحة. عندما نبدأ مؤتمرا علينا أن نعرف إلى أين سنتوجه. عادة نبدأ بأعمال طموحة ولكن لا نعرف إلى أين نتوجه. أنتم الآن أعطيتمونا إطارا مهما، والنقاشات السياسية رؤساء الدول والحكومات سيتناقشون وهي تبين أهمية هذا الأمر. إذن بدءا من الأسابيع القادمة نحن سنقوم بتحديد الظروف الأولى والأطر الأساسية من أجل هذه، وعلينا أن نتناقش مع هذا الأمر انطلاقا من المجلس الأوروبي الذي سيعقد في شهر حزيران يونيو القادم. هذا يعني بأن نتقدم نحو المزيد من تبسيط الإجراءات. هذا يعني من خلال تعميم التصويت بالاقتراع النسبي أو النوعي، وعلينا أيضا أن نستمر في العمل حتى نكون أكثر تضامنا وأن نوضح أهدافنا وأهداف كل مؤسساتنا من خلال تحديد أهداف تجعل من أوروبا موحدة في مجال النمو، الأهداف المتعلقة بالمناخ إلى آخره، حيث كما تعرفون القواعد الأوروبية تم تصميمها قبل عدة عقود، علينا أن نعيد النظر فيها لتكون متوافقة مع الأزمات الحالية والتحديات التاريخية فيما يتعلق بالوظائف الكاملة، النمو، الحيادية الكربونية، وأيضا العدالة الاجتماعية. كل هذه النقاط يجب أن تكون في صميم أهداف مؤسساتنا الأوروبية. أخيرا أن نقوم بالإصلاح وفتح هذه الورشات، ولا سيما فيما يتعلق بمشروعية الرقابة الديمقراطية وتعميق هذه المغامرة الديمقراطية التي لا سابق لها، وبالتالي الاستمرار كما قمتم أيضا من خلال أعمالكم. شكرا السيدة الرئيسة، من خلال الالتزام الذي تعدتي به قبل قليل، وعلينا أن نذهب إلى أبعد من ذلك فيما يتعلق بقواعد الانتخابات، تعيين الممثلين، القواعد الرقابية، القواعد المتعلقة بالمبادرات في الاتحاد الأوروبي. كل هذه الأمور يجب تناولها في هذا المؤتمر القادم. بصورة عميقة بأننا نستطيع الشروع في هذه الأعمال تحت ظل الفعالية. لماذا؟ لأنه من أجل تحقيق كل هذه الأهداف الاقتصادية الاجتماعية البيئية هي التي ستسمح لنا بالعمل بصورة فعالة وأن نبقى متحدين في أوروبا. دون هذه الأهداف لن نستطيع أن نستمر في إقناع مواطنينا بأن نقول بأن أوروبا ما زالت أوروبا هي التي تحمينا.
ونحن ربما لن نكون متفقين جميعا. علينا ألا نخشى من التفاوتات. هذا الأمر مهم بالنسبة للمشروع الأوروبي، وليس هناك أي إقصاء في هذا المجال، بل بالعكس هذه الأمور وهذه النقاط موجودة من عملة اليورو إلى منطقة شنغن. ولكن من خلال السنوات الماضية رأيت بأن هذه الإرادة المتمثلة ببقائنا على 27 دولة يمنعنا من الحصول على المزيد من الطموحات. ولكن أقول حتى نحن على مستوى رؤساء الدول والحكومات لا نستطيع أن نجتمع على مستوى منطقة اليورو. كما تعرفون في جمعيات المباني كما لو كنا جمعية مبنى واحد نريد أن نقوم بجمع كل سكان الحي. أحيانا نحن بحاجة إلى القيام بعكس ذلك ونحن غير محقين في ذلك. طبعا هذا الإطار الموسع لا يمنع أن يتم التقدم كفئة قليلة من أجل جذب الآخرين في هذا التقدم بدلا من الانتظار. أعرف بأن هناك أوجه قلق عندما تكون أوروبا بسرعات مختلفة. علينا أن نسرع من الوتيرة، أن نؤكد على التقارب دون إقصاء ودون إقصاء كل المشككين. بطبيعة الحال هذا كله سيسمح لأوروبا أن تفرض نفسها كقوة. إذن هذا التفاوت هذا منفتح أمام الجميع من حيث بقائنا أوفياء لتاريخنا، ولا سيما من خلال أعمال الآباء المؤسسين كجاك دولور وآخرون، ومن أجل التأكيد على الفعالية وعلى الطموح الذي ذكرته قبل قليل. أخيرا وبناء على مقترحاتكم وعلي ربما أن أستجيب على نقطة تم ذكرها، إن الحرب في أوكرانيا هناك بطبيعة الحال طموحات مشروعة كمولدافيا وجورجيا وأوكرانيا. علينا أعيد النظر في جغرافيتنا وتنظيم قارتنا. هنا أريد أن أكون صريحا وأؤكد على هذه الأعمال التي قمتم بها لعبر عن رأيي بهذا الموضوع. إن أوكرانيا من خلال نضالها وشجاعتها هي أصلا اليوم عضو ودي من أوروبا، من اتحادنا ومن الاتحاد الأوروبي. ولكن حتى وإن منحنا أوكرانيا لأوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيستلزم الأمر عدة سنوات أو ربما عدة عقود، وهذه الحقيقة. وإلا إذا أردنا أن نخفض من شروط الانضمام، وأحيانا هذه الشروط نحن نلتزم بها بشأن بعض الأعضاء أصلا في الاتحاد الأوروبي. لنكون واضحين، إن الاتحاد الأوروبي ونظرا لمستوى الاندماج والطموح في الاتحاد الأوروبي لا يمكن للأجل القصير أن يكون وسيلة وحيدة لهيكلة القارة الأوروبية. هناك بلدان من البلقان أصلا منخرطة في عملية الانضمام، هؤلاء عليهم أن يستمروا في الانضمام. ولكن علينا أن نكون واضحين إذا هذا السياق الجديد الجيوسياسي، أن علينا أن نجد طريقا من أجل إعادة النظر في أوروبا من أجل استقرار وولاية أوروبا